طيب بس ملاحظة على الرسمة هاي. احنا اذكركم بشغلة، لما كنا نكتب كود عادي بدون مالتي ثريدينج ولا حتى مالتي البروسيسينج، كود عادي يعني زي اول assignment، كنا دائما طبعا تنسوش انه السي كود بده يبلش مين فانكشن، صح؟ هذا المين اللي بسموه الانتري بوينت. الان كم بروسيس في عندي؟ بروسيس واحدة. طب كم ثريد؟ كمان ثريد واحدة، سموها المين ثريد. فهي كلمة المين ثريد يعني إلها علاقة بالمين، الجزء اللي بيكون بيه الموجود المين فانكشن تبع السي. فهو جويت المين هذا، زي هون مثلا مثالنا جويت المين هاي، لاحظوا في عندي فانكشن روتين 1 روتين 2، أنا بدي الثريد الأولى تشغل بس فقط هذا، والثريد الثاني بس تشغل هذا. ففعليا أنا داخل المين هون حكتب، هعمل كرييت للثريد واقولها يا ثريد اشتغلي هون، واعمل كرييت ثريد ثاني واقولها اشتغلي على الفانكشن الثاني، وهكذا. هاي هذا الجزء الكود الرئيسي، هذا الاول اللي ببلش اول ما اشتغل، هذا بنسميه المين ثريد. ماشي، بنسميه المين ثريد. وهي الطريقه اللي كيف احدد كل ثريد علش تشتغل، بعطيها اسم فانكشن تشتغل عليه. هسه بنشوف الاي بي اي واللي هو نفسه تقريبا اللي حكي. اذا الان هاي بجوز ملخص كمان اجين، يعني هو بجوز السلايدات فيهم حاكي كثير، يعني هم هذول اصلا السلايدات انا يعني هم جزء من شغل بعض الطلاب. ماشي، ف عشان هيك لما اشرح الماده بتذكر يعني شو اللي اعطيه هيك ككل، وبعدين بشوف السلايدات. طيب، فلأنه في عندي شيرينج لريسورسز، وهاي هي مشكلة اللي بتخلي ليش بدنا نعمل سينكرونايزيشن، لأنه في عندي شيرينج ريسورسز. فعملية الأكسس للشيرد ريسورسز هاي لازم تكون كنترولد، أدروايز هيطلع عندي unexpected results. كثير في بحياتنا شغلات شيرد بدها controlled access. جزء أقرب شيء يعني بخطر على بالي هسه اللي هو ريموت التلفزيون، هذا شيرد، كل اللي قاعدين بالدار ممكن يعملوا له أكسس، بس المفروض في كنترول معين. ماشي، مش كل واحد يمسك الريموت يصير يغير على كيفه، بعدين متبطل بصير يعني مش كنترول العملية. فإذا في عندي changes made by one thread على سبيل المثال to share system resources، شوف الباقي. يعني زي الريموت، إذا واحد غير محطة كل اللي بيتفرجوا على التلفزيون حيشوفوا المحطة الجديدة. إذا هم بيشوفوا الفاينل ريزلت النت افكت تبع التشينج حيبين للكل. ماشي، two pointers have the same value point to the same data. ففي عندي two pointers كل thread فيها pointer، بس فعليا هم بيأشروا على إشي شيرت، معناته هم بتبلش الخربطة. إذا هذا غير وبيفكر حاله إنه هو بس اللي بيغير، وبعد شوي بده يرجع يشتغل على الداتا، اجت ثريد ثانيه غيرت كمان على نفس الفاريبل وطلعت، رجعت للثريد الاولى ما بتدري انه صار عليه تغيير وكملت حسابات، هاي بصير مشاكل هون. ماشي، بصير مشاكل. فعشان هيك بدنا شيء اسمه سينكرونايزيشن، وهي مسؤوليه البروغرامر. الآن الموضوع هذا يعني هذا مصطلح بسموه re-entrant functions. شو يعني re-entrant؟ يعني اللي هي من عملية الانتري الدخول. ماشي، re-entrant يعني الاسم بده يعطينا انه هذا الفانكشن، شوفوا خلينا اشرحه بطريقة تبين المشكلة وبعدين حتفهموا شو يعني re-entrant function. زي ما حكيت قبل شوي بالمثال، يعني مثلا انا ممكن يكون عندي على سبيل المثال في thread، على سبيل المثال بتستدعي مثلا اعطيكم مثال اخذناه على الدي ان اس، اخذنا الفانكشن جيت هوست باي نيم. هذا الجيت هوست باي نيم في عندي ثريد على سبيل المثال بدي اعطيها الاي بي ادرس، فانكشن هو بدي اخليه يشتغل هيك، اعطيه الاي بي ادرس او اعطيه الهوست نيم رجع لي الاي بي ادرس. الان فعليا هذا الثريد لما يجي يشتغل حيستدعي الجيت هوست باي نيم. طيب
الامبلمنتيشن الجوانيه اللي بالسيستم اللي باللايبراري اللي عملت لها انكلود تبعت الامبلمنتيشن تبعت الجيت هوست ماي نيم اكيد فيها معرف فاريبلز وداتا ومش عارف شو. طيب لنفرض وانا بنص الشغل شيء يعني انا استدعيت الفانكشن هذا عملت لود السيستم الاوبريتنج سيستم عمل لود للكود تبع الجيت هوست باي نيم اللي بيحول وانا بنص الشغل سكجلر طلعني ودخل ثريد ثانيه الثريد ثانيه هاي الثريد الثانيه كمان بتستدعي الجيت هوست باي نيم كمان بتستدعي الجيت هوست باي نيم هسه اذا الجيت هوست باي نيم هذا لايبراري فانكشن إذا أنه مش ماخذ بعين الاعتبار أنه ممكن يتم استدعائه من خلال threads وعامل static data ماشي في بعض الديزاينرز الكود بحبوا هيك أول ما بلش الكود يحطوا static data هاي الـ static data حتظل ما احنا عملنا لها load صح؟ حتكون shared حتى between the threads فممكن الثريد الثاني تخربط على الثريد الأولى يعني الثريد الثاني كمان تستدعي الـ git host by name وبعدين شو يصير؟ تعدل شغلة معينة هي ستاتيك بالكود ترجع السكجر تطلعها ويرجع الثريد الأولى اللي كانت تشتغل وتكمل الثريد الأولى على تعديل الثريد الثاني وهي مش داري فبكون الفانكشن not re-entrant يعني ما بسمح بإعادة الدخول فعشان هيك إذا بجوز يعني إذا بتمروا بالكتاب أو تشوفوا وهو يحكي يعني في بعض المواضيع بيقول لك هذا الفانكشن مش ليس re-entrant فمعناته don't use it in a thread code إذا كان re-entrant معناته it's safe بيسموه كمان مرات thread safe thread safe بما أنه re-entrant يعني أنا عامل له ديزاين بحيث ما أخذ بعين الاعتبار أنه ممكن يجي أكثر من ثريد تدخل فمش حاط static data إذا does not hold static data تنسوش static data بتتعرف مرة واحدة فمعناته أنا حتى لو استدعيت الفانكشن أكثر من مرة حتكون في static data واحدة بس فإذا أنا طلعت من نص الفانكشن وفوتت واحد ثاني يشتغل عليه حيشوف إذا أنا معدل static data حيشوف فالفانكشن الثاني هو مش داري وإذا أنا عدلت عليها هخرب على الفانكشن الأول لما يرجع وهو مش داري واضح وضحت المشكلة فعشان هيك إذا في static data عشان هيك لما طلعت الثريد مفهوم الثريد معظم الفانكشنز were redesigned or recoded such that إنه إذا في static data أو كذا يشيلوها وإذا ما بزبطش الفانكشن غير بتظل static data أو التعديل عليه بيخرب previous implementation ممكن يخرب functionality يعني بتركوه زي ما هو وبقوله انه هذا الفانكشن not re-entrant لان مسؤوليتك انت ككود كبروغرامر اذا لما تشوف الجملة هاي تعرف انه لا اذا بدك تستخدم الفانكشن هذا استخدمهوش مالتي استخدمته تحمل النتيجة وضحت الفكرة اللي هي re-entrant function ان شاء الله تكون واضحة دكتور بالمثال اللي استخدمته شو بتكون هي الستاتيك داتا والله انا يعني تبع الجيت هوست لاين والله انا ناسي بالضبط يعني الديتيلز بدي ارجع اشوف بس اي ثينك انه الاي بي ادرس اي بي ادرس نفسه بيكون ستاتيك مره فهو لما يروح يقرا ويجيب ويعبي الداتا حيكون ستاتيك فعشان هيك ممكن يصير في خربطه او يعني مش الفاينل ريزلت اللي بتكون ستاتيك في فاريبل بالنص مستخدم عشان اجهز الداتا بيكون ستاتيك فممكن انا اجهزه بس قبل ما انسخه واستخدمه واطلع يجي واحد ثاني يجهز الفاريبل تبعه يخرب تجهيزي اللي كان فأنا لما أرجع أكمل هكمل على التجهيز مش اللي كنت أنا مجهزه التجهيز اللي إجا ثريد اللي بعديه وعمله فبتطلع الريزلت يعني أنا ممكن يرجع لي IP address مش له الهوست اللي طلبته يعني أنا بحكي in general جماعة ما عنديش ناسي exact details الفانكشن بس بعرف أنه not re-entrant أو not thread safe دكتور يا ريت تعيد فكرة re-entrant function الآن الفكرة كالتالي في بعض الفانكشنز بالimplementation تبعها حتى بالسيستم library functions ماشي بتعرف static data يعني ممكن أقوله static x تساوي 10 شو معنى static يا عبد الله static معناها أنه الvariable هذا حتى لو إجا
فانكشن ثاني واستدعى الفانكشن يعني مثلا او اجى مثلا يعني الفانكشن لما تحمل للميموري صح لما تحمل الميموري بصير كرييشن للفاريبل هذا مره واحده والكل بصير يروح على الميموري لوكيشن هذا عشان يشوف الفاليو فصار زي كانه شيرد فاريبل دكتور هو كونستانت وشيرد بنفس الوقت بالضبط مش شرط يكون كونستانت انت ممكن تعرفه كونستانت ستاتيك اذا كان كونستانت اذا كان كونستانت ما فيش مشكله لانه لما يجي اي واحد يعدله حيعطي ايرور ما بصير تعدل كونستانت ستاتيك فاريبل صح فبالحاله هاي انت جاست يو ريد ات ذاتس فاين المشكله لما يكون معرف بس ستاتيك ستاتيك معناته ممكن يكتب ويقرا المشكله وين بالكتابه الان بما انه ستاتيك وما لهش الا لوكيشن واحد اي تغيير معناته حيصير بس حيصير على اللوكيشن هذا فاذا فانكشن بيعتمد على ستاتيك داتا بس هو بيفترض لما كان ينعمل له ديزاين انه حينعمل له رن هيك وان شوت يعني حبلش فيه وخلصه واطلع ما في مشكله بس لما اجى مفهوم للثريد انت ما بتضمن انه الثريد تبلش بفانكشن هذا وتخلصه وبعدين تجي الثريد الثانيه ليش قلنا قلنا في بدايه السكشن الجزء الاول بارت 1 انه في عندي سكيدجولر السكيدجولر ممكن يشغل الثريد هاي 1 ملي سكند ويطلعها طب ما كانت خلصت شغل مش مخلصه بعدها اذا هي عملت ست رايت لصم ستاتيك داتا وما خلصت الشغل عليها طلعت جبنا ثريد ثانيه تشتغل نفس الشغل راحت كمان نفس الشيء عدلت على الستاتيك داتا وبجوز خلصت شغلها هي طلعت امورها تمام رجعنا الان السكيدجولر رجع للثريد الاولى الثريد الاولى ما رجعت شو بيفكر هو بكمل من اخر مكان وصل له من اخر مكان وصل له هو كان عامل سيتنج للداتا هاي بريفيوسلي بس ما بدري انها تغيرت فبيكمل على اساس انه الفاليو اللي فيها هو اللي عمل لها ست بينما هي الاكتوال فاليو اللي فيها اخر إشي انعملها ست من جزء من الثريد الثانيه فبيكمل على اساسها وبتطلع نتائجه غلط ان شاء الله تكون يعني وضحت يعني سيمانتيك ايرور هي دكتور راح تصير سيمانتيك ايرور زي الريس كونديشن نفس الشيء يعني ومرات ممكن يزبط ومرات لا يعني يعني مرات يعني هذا بشيب ترى الايرور ما بتعرفش يعني كيف كيف بدك تعمله ديبجنج يعني هاي مشكله دكتور في احتمال مثلا كمان تو ثريد يكتب عليها بنفس اللحظه ممكن اذا تو ثريدز بيشتغلوا نفس الشغل مع بعض ما هي هاي الفكره قاعده هو شوف ما هي هاي طيب يعني انت بجوز يعني يعني حولت شوي نقاش يعني شو معنى نفس اللحظه شو يعني نفس اللحظه ما هو دكتور شيرد ماشي بس 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 يعني احنا الان عندنا انف نوليدج بالاركتكتشر يعني نناقش موضوع شو يعني نفس اللحظه يعني انا حاب بس هيك اشارككم فيها خليني مش بس هو بيكون في سكيدجول سو انه مستحيل صحيح. يعملوا بنفس اللحظه ما هي هاي ما هي هاي اللي يعني اللي اذا بنيجي الان على السكيل تبع الكمبيوتر اذا بنيجي على السكيل تبع الكمبيوتر فعليا وخصوصا اذا بحكي عن 1 كور 1 بروجرام كاونتر ماشي انسوا المالتي كورز هسه الموجوده يعني فعليا فعليا there's no way يكون في تو بروجرامز رننج سيميلتينيسلي هم they are running concurrently يعني المصطلحات شوي دقيقة جدا هون يعني تخيل على سبيل المثال على سبيل المثال عندي سيارة والسيارة شيرد ماشي كم واحد ممكن يكون سايق للسيارة واحد ممكن يكون في اثنين سايقين لنفس السيارة بنفس اللحظة مستحيل exactly وهذا اللي بصير بالثريدز فإحنا لما نقول اثنين بيشتغلوا هي المقصود إنه عندي سيارة ماشية السائق بفوت 1 ملي سكند وبطلع بفوت سائق ثاني برد يسوقها 1 ملي سكند وبطلع فأنت إذا بتثبت التايم يعني هيك بتعمل زوم وتشوف بصير عندك قدرة تحس بال 1 ملي سكند تخيل 1 ملي سكند يعني هيك مثال أنا بحكي تقعد ساعة فأنت خلال الساعة هاي بتشوفش غير واحد بيشتغل على السيارة ونفس الشيء بالثريدز خلال الوقت اللي هي بتشتغل عليه السكيدجلر جابها تشتغل ما فيش حدا بيشتغل غيريها فإحنا لما نقول اثنين بيشتغلوا بنفس الوقت المقصود إنه يعني أخذ حصته من الوقت اشتغل على جزء وطلع ما كمل شغل فكان سايق السيارة باتجاه الشرق مثلا اجى سايق ثاني شو عمل لف على الشمال مش عارف راح باتجاه الشمال اجى هو رجع على السيارة وكمل شغل ظل ماشي بفكر حاله بعده ماشي على الشرق وجزء المثال هذا إن شاء الله يكون وضح لك الفكرة أي دكتور وصلت والمقصود إنه
ما بتخلص شغل على الشيرد سورس. صحيح، بس انا حبيت اوضح فكره اللي هي هاي، انه ات ذا سيم تايم، يعني بجزء يعني ات ذا سيم تايم فعليا فيزيكلي ما بتصير طبعا، الا اذا كان عندي ملتي كور هسه وكون عندي ديفرنت سي بي يوز، هذا شيء ثاني. هو دكتور انا ربطتها مع الملتي كور. الملتي كور ممكن يعني الان، بس الملتي كور عشان يشتغل هسه ما في، حتى انت مثلا جيب كود يعني جزء المواضيع شوي دخلت ببعض، عشان اشتغل ملتي كور لازم اكون عندي اندبندنت كود، يعني عشان اشغله ان بارلل، عشان اعمل باراليلزم بكودي، عشان هيك هسه في فن بالكود اسمه بارلل بروجرامينج، يعني علم بارلل بروجرامينج انك تجيب كودك وتحاول شو تساوي، يعني تحاول يو مينيمايز شيرينج اكسس قدر الامكان، يعني اذا قدرت تكتب كودك بحيث انه ولا واحد بيعمل اكسس لشير الداتا بتاثر على الثاني، يو كان رن يور كود ان بارلل كومبليتلي. لكن اذا في ثريد مثلا بتجهز داتا وتيجي ثريد ثاني تاخذ هاي الداتا اللي جهزت عشان تكمل عليها، الان بالحاله هاي ما بتقدر تشغلهم بارلل، لانه في واحد بتجهز وواحد بتشتغل عليه، فلازم يمشوا سيريال. حتى لو عندي كورز زياده حيظلوا واقفين الكورز. وصل الدكتور. دكتور بس بدي ارجع لمفهوم الثريد، لانه انا عندي مفهوم الثريد. اسال انا دكتور. عشان هيك بحب الشابتر هذا الصراحه، يعني اخذ وقت فيه اناقش الطلاب قدر الامكان. دكتور لانه مفهوم الثريد عندي يعني على ملتي كور، على ملتي كور يعني الثريد تكون ملتي ثريد، على ملتي كور لازم تكون، اما على كور واحد يعني تزبط على كور واحد. مش شرط تزبط يعني، هي بالعكس، هي اول ما طلعت هي كانت على سينجل كور، لانه دكتور يعني الفكره من البي ثريد انه باراليزم تشتغل. صحيح صحيح، بس الان وين الـ يعني بمعنى اخر، وين هسه شو بدي اسميها، شو المصطلح، العبء صار مين هسه انا في عندي يعني خلينا نسميها هيك بنيه تحتيه، في عندي انفراستراكشر مجهز لي اللي هي البي ثريد لايبرري، مجهز لي بتقول لي يا عبد الله ولا يا رائد، انت الان اذا انك سمارت انف انك يو ديزاين يور كود بحيث ما يكونش فيه ديبندنسي، يو كان يوتيلايز المالتي ثريدنج حتى لو على سينجل كور. اعطيك مثال، لنفرض كودي انا على سبيل المثال بيقرا من الكيبورد ماشي سم انبوت، وبعدين بيطبعه على الشاشه، وبعدين بروح بيعمل سورتنج لأري، يعني على سبيل المثال مثلا بقول لليوزر انتر يور نيم، هيك لنفرض بيجي اليوزر بدخل ماي نيم از رائد، بعد ما يدخل طبعا بيطلع لي على الشاشه رائد مثلا ليتس سورت ذا اري، وبعدين بيطبع لي الريزلتس. شوف هسه انا على سينجل كور، خلينا اوصل لك الفكره، لما انا اعمل بلوكينج، عملت بلوك بدي اقرا من الكيبورد صح، شو ممكن كودي يعمل الان؟ ولا شيء، وقف علق كله استنى من الكيبورد. اذا بحكي ملتي بروسيس او بحكي بروسيسنج، انا مصطلح بروسيس الان، البروسيس كلها علقت، يعني حتى لو في إشي لقدام، يعني انا السورتنج الاري جاهزه ومع ادخلها انا معرفها، بس بدي اعملها سورتنج، بس انا معلق اقرا من الكيبورد ولا اليوزر مدخل لي إشي، وانا بقدر اشتغل شغل ثاني بس مش قادر اصل له. هون بتيجي فائده الثريد، لو اني كاتب كود ثريد انه في ثريد تقرا من الكيبورد لا تتعلق، شو بيساوي السكجولر؟ بشوفها انها دخلت بالويت ستيت، تعرف في رننج وريدي وويت صح، فبيجي شو بشوف انه في عنده إشي ثاني ممكن يشغله، فمباشره بدل ما يظل البروسيس قاعد ولا تساوي إشي بيشغل الإشي الثاني وبصير تشتغل ان بارلل حتى على سينجل كور. يعني فعليا معنى سينجل كور انه بدل ما اخلي الكور اصلا ما بيشتغلش إشي واقف لانه بيستنى انبوت، خليني اشغله بإشي مفيد، ففعليا بقدر استفيد من المالتي ثريدنج حتى بالسينجل كور. وضح الدكتور، وضح. فمفهوم الري انترنت شويه يعني يو هاف تو بي كيرفول، يعني معظم الفانكشنز الان ري انترنت او بسموها ثريد سيف، ماشي ثريد سيف. طيب
نيجي الآن يعني مفهوم للثريد يعني إن شاء الله تكون واضح. نيجي الآن نناقش، بلشنا الآن دخلنا بالـ API. الآن إحنا تقريبا في عندنا يعني الـ API له علاقة بثلاث شغلات من ناحية الثريد. الثريد مانجمنت يعني كيف أعمل كرييت وجوين وديتاتش. هسا نشوف شو معناها بالضبط هذول الجوين والديتاتش. ماشي، بحتاج كمان لـ API عشان أعرف الـ ميوتكس، عشان أعمل ميوتكس وسينكرونيزيشن. وفي آخر جزء خلينا نسميه الآن الـ الآخر صفات يعني اللي هي الكونديشن فاريبل. ماشي، الكونديشن فاريبل يعني بمعنى آخر زي كأنه البروغرامر بصير يخبر الكيرنل، يحط له some conditions، يقول له هذول الconditions أنا بدي أقول لك هذولا يعني محميات بدي إياك تحميهم. فيعني بمعنى آخر أنا بعرف للكيرنل شو اللي بدي يصير عليه synchronization، وزي كأنه الكيرنل بيكمل عني. مشوفه بعدين، ماشي، مشوفه منيجيها إن شاء الله. إذن based upon programmer specific conditions، إذن البروغرامر لازم يحدد الconditions، لأن زي ما ذكرت لكم بالأول الكيرنل مش راح يفهم عليك إكس هاي شو بدك تساوي عليها، مثلاً بدك تزيدها ولا بدك تنقصها، ولا أنت معرفها صحيح جلوبالي بس مش هتعمل لها أكسس غير من one thread. ما فيش مشكلة، يعني مش تروحوا يا جماعة كل global variable وصيروا تقولوا هذا shared لازم أحميه وعمل عليه mutex. لا، هذا غلط. هسا هو global variable ممكن يكون global بس بصير لهوش أكسس غير من thread واحد، خلص. إحنا وين مشكلتنا؟ بالمالتي أكسس على shared variable. مالتي حط تحتيها خط، وشيرت تحتيها خط، والاكسس تحتيه خط. الاكسس بده يكون فيه تعديل، يعني لو كلنا بنقرا شيرت فاريبل ما في مشكله، بنقرا شيرت فاريبل ما هو مش حنغدل عليه، كلنا لما نقرا نفس النتيجه. اجين واضح، مهم هاي نعرف متى بدي اعمل سينكرونايزيشن. سينكرونايزيشن بصير لما يصير في اكسس، والاكسس هاي طبيعته يكون فيه تعديل يعني رايت لشير داتا من اكثر من ثريد. مهم هاي، واضح. فاحنا بالعاده اذا بدي استخدم الكونديشن فاريبل لقدام راح نجيها، انا بحدد الكيرنل من هو الشير فاريبل وشو الكونديشن اللي بصير عشان يصير سينكرونايزد. الان خلينا نبلش نحكي عن الثريد كرييشن اللي هو المانجمنت. ماشي، عن المانجمنت كيف انا اعمل كرييت للثريد. وزي يعني بجوز اي ثينك انكم الشغله زي اخذتوها اللي بي ثريد لايبراري، بدي اعمل انكلود للبي ثريد لايبراري، وبعدين عندي فانكشن اسمه، كل الفانكشن طبعا اسمه بي ثريد ببلشوا هيك، ماشي، اندرسكور، وبعدين بيجي اسم الفانكشن عشان القارئ او الديفلوبر او الريدر ولا واتيفر يعرف انه عم بيشتغل ثريد. ماشي، لاحظوا بيرجع انتجر، وهسه بنشوف انه بيفرق عن السيستم كولز. ماشي، بيفرق عن السيستم كولز. طيب خليني بس أفنان موجودة؟ أفنان موجودة دكتور. أفنان، السيستم كولز كانوا كمان لهم الريتيرن فاليو انتجر، شو بيرجعوا على طول الفصل اللي كنا قلنا بيشتغلوا الشغل التالي، شو بيساوي، كيف بيشتغلوا، شو الريتيرن فاليو تبعت السكسس والفيلير، شو بيشتغل كيف؟ صراحة ما بعرف. طيب نشوف أنس موجود؟ أنس موجود؟ حمزة عويضات؟ حمزة، خليني أخلص باقي الطلاب على قال يكون. حمزة، دينا موجودة؟ موجود دكتور. يا دينا، كيف كان الريتير فاليو لما يصير في ايرور ولا كذا، كيف كنا نعرف السيستم كول، شو ميزتهم بشكل عام؟ انه اذا بيكون صفر او واحد، يعني لما يصير في ايرور شو بيرجعوا؟ واحد الايرور. لا صفر عن داري. طيب
السيستم كولز مع على حالة الايرور قلنا دائما برجعوا ماينس 1 ماشي، وبيعملوا سيتنج للايرور نمبر، مش متذكرين بالايرور صرت بالاسايمنت الخامسه يا جماعه. هاي قلنا فيتشر ثابته تقريبا على كل السيستم كولز. هسه لما نيجي نشتغل البي ثريد هاي لايبراري يا جماعه لايبراري فانكشن، فما بترجع ناقص واحد. هسه هنشوف شو بترجع ماشي، ما بترجع ناقص واحد، بترجع صفر اذا كانت سكسس. شوي غريب ماشي، وبترجع بوزيتيف نمبر للايرور. بيهيفير تبعها يعني بيختلف لانها لايبرري فانكشن مش سيستم كول. واضح؟ ترجع بوزيتيف. طبعا هي هيك بلشت، كانت بالاول لايبرري اي ثينك، هسه ممكن اختلفوا الام سيستم بس ظلوا على نفس طريقه التفكير زيرو. فعشان هيك لما اعمل بي ثريد كرييت وقارن عشان اشوف اذا في ايرور ولا لا، بدي احط الاف ستيتمنت تساوي زيرو. اذا الاف اذا رجع لي اكبر من زيرو هترجع لي ايرور، رجع لي ايرور نمبر ماشي، رجع لي ايرور نمبر. الان الايرور نمبر هذا بدي احوله لايرور عشان يحاول لي تكس. هسه هنشوف الفانكشن. اذا هاي اول شيء قصه الريتيرن فاليو. طيب نيجي للباراميترز. اول باراميتر من نوع بي ثريد تايب اللي هو معرف جوا اللايبرري هاي، وهو بالعاده من نوع اي ثينك انتجر انسايند انتجر ماشي. هذا اكشولي يعني انت بتعرف فاريبل، مثلا بتقول له بي ثريد، هسه راح نشوف مثال بي ثريد تي اكس، وهون بتودي له الادرس اوف اكس، او بتعرفها بوينتر تودي له اكس بس. هذا بيعبي لك اياه السيستم، يعني فعليا هذا ريتيرن فاليو. هذا بيعبي لك اياه السيستم، بيقول لك الثريد هاي اللي عملت لك كرييت لها انا السيستم اللي هو اللايبرري الاي دي تبعتها ماشي. هاي الثريد اي دي، الثريد اي دي حرجع لك اياه اذا عرفنا الثريد اي دي. طيب في عندي فاريبل ثاني اسمه بي ثريد اتريبيوت، هذا داتا تايب ماشي ماشي، وهذا الفاريبل. الان الثريد لها اتريبيوت زي البرايوريتي، زي الستاك سايز، جوينبل ولا ديتاتشبل، راح نيجي عليهم هذول. هذول اتريبيوتس. هسه الان اذا بدك انت تغير الاتريبيوتس هاي، يعني الاتريبيوتس هذول لهم ديفولت فاليوز، اذا بدك تغيرهم بدك تعرف الفاريبل هذا وتعمل سيتنج للنيو فاليوز ويو باس ات للفانكشن. اذا بدك الكيرنل او السيستم يستخدم الديفولت فاليوز بتعمل هون نل، يعني ما بدي اتريبيوتس جديده، الفاليو هاي خليها على الديفولت. واضح؟ الباراميتر الثالث اللي هو اهم شيء اللي هو الستارت روتين، يعني انا بدي اعمل كرييت للثريد، هاي الثريد اي دي تبعتها تشتغل على الفانكشن هذا فقط. يعني هذا الثريد روح يشتغل الشغله هاي الصغيره، يعني عشان هيك احنا الثريدز بنقسمهم لشغلات اندبندنت بالعاده، اندبندنت ما بيعتمدوا على بعض عشان يعملوا رنين بارلل. روح نفذ لي الفانكشن هذا. اذا هون اسم الفانكشن اللي بدي يشتغل عليه. شويه شويه السينتاكس تبعه شويه بجوز يكون، خلينا نعمل كلير، السينتاكس تبعه شويه بيكون غريب مش متعودين عليه، بجوز ما اخذناهوش، بعرفش اذا مر عليكم السي او سي بلس بلس، خليها هسه برجع له. والباراميتر الاخير اللي هو ارجومنت للفانكشن. طيب هسه بدي اشرحهم مع بعض هذول. إذا هنمو الآن شوفوا الروتين هذا، الروتين هذا بيرجع، خلنا أعملكوا السينتاكس، بيرجع void star، يعني بيرجع argument نوع pointer لvoid، يعني ممكن نرجع أي شيء. الآن وبأخذ هذول القوسين آخر اثنين، بيأخذ parameter كمان من نوع void star، فممكن أودي له parameter من أي نوع. لكن لاحظوا
number of parameters قديش؟ واحدة. واحدة، أحسنتي. هذا السينتاكس. إذا في عندي function برجع، عشان هيك أنا لما أجي أعرف الفانكشن، يعني هو بدي أعرفه هسه هون وأقول له بالضبط شو تساوي وسكره، هذا التعريف الفانكشن اللي هو اسمه start routine، صح؟ start routine أنا بقدر أودي له فقط parameter واحد. طب افرض بدي أخذ two parameters شو أساوي؟ والparameter بعمل struct. بالضبط، أحسنتي. والparameter حلا، صح؟ أنت حلا اللي بتحكي معي، صح؟ حلا. طيب هذا سؤال المرة الجاية صار لك. أنا تقريبا هسه كل الطلاب عندي مسؤولين 8 أسئلة أتليست، في طلاب 9، فيعني هينا ماشيين بالموضوع. خليني أرجع للسلايد. إذا فعليا هاي الأرجومنتس اللي بدي أودي له إياه، مش بودي له هون اسم الفانكشن ذات سيت، هذا السادس سينتاكس زمان. الباراميتر فعليا الأرجومنت هي، والارجومنت واحد، ارجومنت واحد. بس فعليا اذا كان عندي مثلا بدي اودي له تو انتجرز شو بساوي؟ باجي بعمل استراكت خلينا نسميه ارك مثلا، بفتح قوس بحط هون قد ما قد بدي باراميترز اري وانتجر وفلوت وسترينج ومش عارف شو، شو بساوي؟ بودي له الاستراكت هذا از ارجومنت. يعني هاي نوع من التحايل خلينا نسميه. إذا ما في limitation إنه بس لأنه الباراميتر لأنه الفانكشن بيأخذ one parameter حيغلبني، لا لا لا، أنت simply ممكن pass structure وجويت structure حط اللي بدك إياه. واضح؟ إذا خلصنا من النقطة هاي. دكتور ما فهمت شو الفويد الثاني بتعمل؟ هاي هاي معناته I can pass الargument من أي نوع، ممكن pointer لانتجر، pointer لstructure، بوينتر لفانكشن ثاني، بوينتر لاري، بوينتر لسترينج، بدك اياه. يعني void pointer هو pointer to any general pointer، يعني points to anything. ونفس الشيء الفانكشن نفسه بيرجع كمان pointer لاي شيء، ممكن مثلا بدي اياه يحسب لي مثلا الاري، يعمل لها sorting. لا شو بيرجع لي؟ بيرجع لي الادرس تبع الاري، فهو برجع pointer من الاري. ممكن تكون strings، ممكن تكون integers، ممكن تكون لينك ليست بدك اياه، ماشي؟ او ستراكشر، يعني الري اوف ستراكشرز. فعشان هيك هو فيري جنرال، يعني ذيس از ذا موست جنرال ديفينيشن. تيرمينيتنج ا ثريد، جزء هذا اللي كنت بدي احكي عنه لما قلت بدي اعمل اكزيتنج. شو يعني اكزيتنج؟ ذير ار سيفرال ويز ان ويتش ا بي ثريد مي بي تيرمينيتد، ماشي؟ اذا هذا الكرييشن تبعه. طبعا الكرييشن هذا وين بصير؟ بس خليني، هاي المين، المين ثريد تبعتي، بعمل مين بفتح قوس مش عارف شو، بعرف انتجرز، بعدين بقول له بي ثريد كرييت، هاي الجمله بحطها هون، ماشي؟ وبكون معرف الفانكشن هذا الستارت روتين سموير هون جلوبالي ولا انترنالي بالمين ولا بدك اياه، وبكمل شغل بالمين ثريد. شو صار فعليا وهي تشتغل هاي ماشي بالكود هيك؟ في بروجرام كاونتر، صح؟ بروجرام كاونتر زي قصة الفورك، بيعمل فيتش، بيجيب الجملة هاي، الجملة هاي، الجملة هاي، وصل عند الجملة اللي بيها الكرييت، صح؟ مباشر شو راح عمل؟ ثريد جديدة. هسه الآن مين حيشتغل؟ المين، المين ثريد حتكمل على النكست ستيتمنت، ولا الثريد الجديدة حتبلش شغل من أول ستيتمنت؟ مين حيشتغل بالأول؟ مين يرفع يده؟ يلا. عبد الله ولا يحيى اللي بحكي؟ عبد الله. عبد الله دكتور. عبد الله حسب ايش؟ السكجولر هو اللي بحدد مين. صحيح، احسنت، ماشي. هاي عبد الله. يحيى شو كنتك تحكي؟ نفس الكلام دكتور. طيب نفس الكلام، عشان 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 الفيرنس معتبره لك ولا عبد الله؟ ماشي، يحيى القيام، صح؟ طيب يا عبد الله، طيب. إذن فعليا
أنا زي ما حكيت بالأول ما عندي كنترول which thread will runs next. فممكن السكيجولر يقرر يجيب لي thread هذا الفانكشن وممكن يخليه ويكمل على المين. عشان هيك أمورنا يعني ما فيش كنترول، هذا حكيت عنه بالبداية. فما تحسب حسابك أنت أنه في شيء معين لازم يجي بالأول بترتب عليه إشي بكودك، لا، كودك لازم يكون مكتوب أنهم يشتغلوا independent. ما هي فكرة independent. طيب الثريد نفرض إجا دورها واشتغلت، كيف ممكن تخلص، كيف ممكن تطلع، كيف ممكن terminating؟ إما تصل لآخر statement هون اللي هي return بالعادة أو exit، صح؟ أو بنحط الكيرلي بريس مسكر الفانكشن definition، صح؟ مو بكون هذا. فهذول الطريقة اللي هي thread returns from starting routine. يعني بمعنى آخر أنا جيت هون استدعيتها، مثلاً استدعيت thread هيك اشتغلت شغلها، خلصت آخر جملة ريتين، رجعت وين رجعت؟ رجعت للمين thread اللي استدعاها، زي كأنه function call جماعة، عادي زي كأنه function call، استدعيت thread ورجع. ماشي؟ في حالة الإكزيت ها شو بصير؟ اللايبراري هاي اللي مشتغل عليها ريكليم الريسورسز، زي لما البروسيس تعمل تيرمينيت كل الأوبن ديسكريبترز والريسورسز ومش عارف. طبعا هون الريسورسز اللي هي سيمبلي اللي خاصين بالثريدز. ماشي ماشي. فبي كيرفول، بي كيرفول انت لما تكون بثريد ما تعمل مثلا كلوز مثلا لشغله، مثلا كلوز مثلا للسوكت وتطلع. ما انت كلوز للسوكت شو صار؟ صار لها كلوز على مستوى البروسيس كامله، لانه قلنا كلها شيرد هاي، صح؟ صح. الثريدز كلها مشيرد، الثريدز سوري الثريدز هذول كلهم شيرد. فاذا بعمل كلوز لشغله باثر على كل الباقيين. فاذا في ثريد ثانيه شغاله مع السيرفر وانا هون بالثريد الاولى عملت لها كلوز، راحت خربت الدنيا وديت فين. فبي كيرفول انت فقط ما تعملش كلوز إشي على مستوى السيستم، فقط إشي إلك انت مستخدمه هون وبطل ذو صلاحيه على مستوى اللوكال سكوب تبع الكيرن. او الثريد تستخدم، بي كيرفول كمان، بي كيرفول تستخدم اكزيت، الفانكشن اللي اسمه اكزيت. هذا الاكزيت شو بيساوي؟ مين يقول شو بيساوي؟ طيب احكيها بسرعه، هذا الاكزيت بيطلع كل البروسيس، كل